خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه داليا. ازيك؟ انا رانيا. عامله داليا؟ رانيا. رانيا؟ اه رانيا. ازيك رانيا؟ رانيا كم سنه؟ 24. مرتبطه رانيا؟ حاسه ان انا الارتباط ده يعني خلاص بقى عميق بعد. طيب ممكن يا محمد توطي مزيكا شويه وممكن يا رانيا تعلي حسك شويه عشان اسمعك. حاسه ان الارتباط ايه؟ ممكن بعد الارتباط ده انا اول مره ارتبط في حياتي، بس حاسه ان هي تبقى اول واخر مره خلاص. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا مبدئيا اول مره اكلم حد في حياتي، اول مره اكلم ولد، يعني البيتنا مقفول شويه علينا. تعرفت على يعني واحد زي اللي في شغلي، وفضلت فتره حوالي 3 سنين مع بعض، بس احنا زمايل ما كانش في اي حاجه ما بيننا خالص. زمايل في الشغل بس يعني. وبعدين من فتره من حوالي 4 شهور او 5 بس اتفاجئت بنفسي ان انا بحبه وان انا بدير عليه من اي حاجه. نفسي ان الانسان ده يكون معايا بجد، هو اللي يكمل معايا حياتي. وبعدين؟ ما قلتلوش على اي حاجه، وكنت مستنيه منه ان هو يعني يفاجئني ويقول لي حاجه زي كده، بس ما لقيتش منه اي حاجه. وانتي ما صرحتيلوش بأي حاجة؟ لا خالص، كنت بستنى ان هو يطلب مني اي حاجة او اعمل عشان خاطره اي حاجة، وانا هنفذ زي لو مش هقول له لا. لو كنت بتمنى يعني يحبني بس يحس بحبي بس مش اكتر. يعني نقدر نقول ده حب من طرف واحد. تمام. طب وبعدين حصل ايه؟ وبعدين لما لقاني قربت منه او بقيت اسأل عليه على طول، فابتدى يطلب مني ان انا اروح له البيت. انا وافقت، رحت البيت قعدت معاه كده، حصلت ما بيننا علاقه. حصلت ما بينكم علاقه كامله ولا؟ لا مش علاقه كامله. وبعدين؟ بصراحه انا حاسه ان كنت محتاجه ان الاقي حد حنين عليا، او حسيت ان الحنيه دي معايا، مش حكاية ان انا بنت. والله انا فعلا يعني اهلي قافلين عليا جدا جدا، يعني ما اعرفش اي حد، وحكاية ان انا اكلم اول مرة اكلم في حياتي حد خالص بحب الحب ده. كده يطلبها مني كذا مرة، وانا عملتها كذا مرة عشان خاطره، بس الحمد لله حصل خير، يعني ما حصلش الحادثة المعهودة. ولا حصلت الحادثة؟ لا ما حصلش اي حاجة. طيب بعد ما عمل معاك العلاقة مشاعره اتغيرت من ناحيتك ولا؟ ابتديت ان هو احس ان هو ما قاليش بحبك ولا اي حاجه، بس اللي هو بقى يهتم بيا، بقى يعمل حاجات عشان خاطري. بس ما قالكيش بحبك وما قالكيش اي حاجه؟ ما قاليش اي حاجه خالص، ما قاليش يعني اقل كلمه المفروض يقولها يقول لي ان انا بحبك او كده، ما طلبش يعني ما طلبش حتى ان هو يسمعها مني. بس بعد فترة جالي منهار وبيعيط جامد أوي، فاتخضيت يعني افتكرت حاجة حصلت في إيه. قال لي إن هو كان بيحب بنت وكده، والبنت دي اتصلت بيه كان بيحبها قبل كده من فترة، يعني ما كملوش مع بعض. والبنت دي اتصلت بيه وعايزة ترجع له؟ لا يا أسامة، هي اتجوزت. هو انهار، هو زعل جدا إن هي اتجوزت، ازاي وهي لو ما بتحبنيش ما كانتش هتتصل بيا في الوقت ده، وهي اكيد بتحبني وانا ضيعتها من ايديا. بيقول لي كلام من ده كتير قوي، وانا سامعاه حاسه ان انا نور جوايا، كنت بتقطع فعلا. وبعدين ابتدى بعد ما اتجوزت كلمت تسال عليه، وقال لي خليكي واقفه جنبي وما تسيبينيش، انا عايزها تتطلع من جوزها عشان هتجوزها. حصل. طب والعلاقه اللي ما بينكم دي يعني ما قالش في اي حاجه؟ ما قالش فيها اي حاجه؟ ما قالش يعني خلاص كده العلاقه دي علاقه وخلاص، والحدوته ببساطه مطلقه واقفي جنبي عشان عايز اتجوز البنت اللي بحبها، مش كده؟ طب انت مستنيه ايه؟ مستنيه لما تقع الفاس في الراس وتحصل مصيبه كبيره وتلاقي نفسك فجاه فقدتي عذريتك بسبب غلطه، ويرجع يعيط لك ويقول لك معلش سوري مش هقدر اتجوزك، اصلا بحب واحده تانية؟ لا
انك تدعمها وان هو برضو يرجع يحب لي، يعني اي حاجه كنت بكدبها من كتر ما انا بحبه. طيب هقول لك حاجه، لما يكون انسان مرتبط بحد والحد ده في قلبه وفي مشاعره وبيخش في علاقه تانية وبيلاقي في العلاقه التانية دي الملاذ او المهرب او حاجه بتخرجه شويه من الضغوط اللي هو عايش فيها، ويعني ما بيعترفش للعلاقه التانية دي ان هو بيحب حد، بيخبي عليها، كون ان هو اعترف ولديه من الجراه انه يعمل فيكي كده ويقول لك انا بحب واحده ساعديني، يبقى انت بالنسبه له ايه؟ وعاء بيفرغ فيه شهوته ولا حاجة، سينما قطع تذكرة ودخل، انت ايه بالنسبة له؟ تاكسي خد بيه لفة اتفرج على المدينة، يبقى احنا مش الحب ولا المشاعر. ولو ساب صاحبته الانسانة اللي كان بيحبها دي وبعد عنها خالص، اوعي تتخيلي ان اول واحدة يفكر يرتبط بيها انت، لا هيفكر ان دي زميلتي في الشغل، ان انا كنت بروش معاها واشوف لي بقى بنت ناس اتجوزها، لانك سقطتي من نظره، لانك تديله كل حاجه. بس بوسي ايدك وش وظهر ان ربنا انقذك، يمكن ربنا انقذك عشان طيبتك. يبقى نقف ونفرمل ونقول يا رب سامحنا على اللي حصل، وان التجربه دي اتعلمت منها حاجه الحمد لله، وما خرجتش منها بجرح، حتى لو كان جرح القلب، جرح القلب ده انت اللي عملتيه بايدك، لان انت اللي بنيتي لنفسك برج الحب من طرف واحد وعشقتي.